الجيش الوطني يعلن مقتل أبو معاذ العراقي زعيم داعش في شمال أفريقيا في ضربة استباقية كبيرة. وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان على ضرورة وقف التدخلات السلبية في ليبيا. إزليتن وسوق الجمعة ومناطق أخرى يغلقون الطريق ويحتجون على استمرار انقطاع الكهرباء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار السادسة من قناة ليبيا الحدث كانت بالعنوين والنشرة الصلاة. أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن الإرهابي الذي تمكنت وحدات القوات المسلحة من القضاء عليه في مدينة سبها وزعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا ويسمى أبي معاذ العراقي ويكنى أيضا بأبي عبد الله العراقي موضحا أن سماتة العناصر في الدفاع عنه أكدت أنه قيادي كبير بالتنظيم. قيادي إرهابي بارز قضت عليه الوحدات العسكرية خلال المعركة الأمنية الكبرى في حي عبد الكافي بمدينة سبها جنوب البلاد، والتي قتل خلالها 9 إرهابيين وتم القبض على 2 من زوجاتهم. المتحدث العسكري قال في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك إنه بعد استيفاء التحقيقات تبين أن أحد القتلى هو أبو معاذ العراقي ويكنى أبو عبد الله العراقي، وهو المستشار العسكري لتنظيم الدولة الإسلامية وزعيم داعش في شمال أفريقيا. وأضاف منشور المتحدث العسكري أن العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 من سبتمبر عام 2014 رفقة الإرهابي عبد العزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، لافتا إلى أن الأنباري حينها كان أميرا للتنظيم في البلاد وأبو معاذ مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي. وتابع البيان بعد مقتل الأنباري على يد الجيش في أحداث درنة سنة 2015 تم تكليف أبو معاذ بزعامة التنظيم في شمال أفريقيا. مصادر أمنية أفادت بأن أبو عبد الله العراقي هو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة. ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف المؤسسة العسكرية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب والتزامها بوقف إطلاق النار، داعيا كافة الأطراف إلى الانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة عن قمة برلين، ذلك برعاية الأمم المتحدة في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وأعلن القاهرة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية. هذا فيما أكد السيسي على دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. هذا فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على جملة من الثوابت المشتركة بين مصر وليبيا وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سلامة ومقدرات الدولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتقويض التدخلات الخارجية. من جانبه أكد الرئيس المصري على دعم المسار السياسي الذي أيدته كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية ما يدعم بناء السلام والبناء والتنمية بعيدا عن أي تدخلات خارجية وسعيا لتثبيت الوضع الميداني. وبالعودة إلى خبر مقتل زعيم تنظيم القاعدة تنظيم داعش في شمال أفريقيا أبو معاذ العراقي، ينضم إلي عبر الهاتف من باريس سيد كامل مرعاش المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد مرعاش في نشرة الأخبار،
بليبيا الحدث. بداية، كيف تابعت عملية الجيش الوطني في الجنوب الليبي والقضاء على أكبر قيادات التنظيمات الإرهابية في المنطقة وفي شمال أفريقيا، وهو أبو معاذ العراقي، وهو من القيادات الإرهابية الكبيرة التي تطاردها دول إقليمية منذ فترة؟ تفضل. بداية تحية لك وللمشاهدين. في الواقع يعني حرب الجيش الوطني على الإرهاب لن تنتهي، ليبيا ما زالت تعج بالتنظيمات الإرهابية، وهذا الواقع خلقته الميليشيات التي تسيطر على شمال غرب ليبيا، ووجدت هذه التنظيمات الإرهابية البيئة المناسبة للانتشار وربما حتى التجذر في جنوب غرب ليبيا. هذه الضربة الثانية في أقل من أسبوعين لأحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي التي نفذها جنود الجيش الوطني البواسل. وفي قراءتي السريعة لهذه الضربة أن الدول التي تحارب الإرهاب فعليا ستنظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار، وأن الجيش الوطني الليبي قام ويقوم أيضا بدور مهم في محاربة الإرهاب الذي ما زال يشكل خطرا داهما على دول الإقليم الليبي وأيضا على المستوى العالمي. وبالتالي هذا يعطي رسالة لكل دول العالم بأن الجيش يحارب الإرهاب، وأنه شن هذه الحرب منذ أكثر من 5 سنوات وما زالت مستمرة، وهو يقوم بذلك نيابة عن المجتمع الدولي. الرسالة الثانية هي أن كل المحاولات التي ربما تقودها بعض الدول الإقليمية والبعيدة عن ليبيا وحتى بعض القوى الدولية المهيمنة التي تريد أن تعطي غطاء للإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان المسلمين أصبحت الآن في موقف حرج جدا، لأنه تنظيم الإخوان هو الذي يعطي الغطاء والشرعية لمثل هذه التنظيمات الإرهابية، وستفشل كل محاولاته في إقصاء الجيش الوطني الليبي، ويعني تراجع يعني مشروع بناء ما يسمى بالحرس الوطني الذي يعتقد الإخوان أنه سيكون بديل عن الجيش الوطني الليبي. إذن رسالة مهمتين وجههما الجيش الوطني للمجتمع الدولي، وأعتقد أنه كل أجهزة المخابرات في العالم التي تتابع الإرهاب والتي تراقب الإرهاب هي الآن تقيم نجاحات كبيرة جدا للجيش الوطني، وربما ستعطي خبرتها وستعطي استشاراتها لقادة دول العالم بأن الجيش الوطني الليبي هو جيش يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم. طيب سيد مرعش، برأيك الآن ما هي تداعيات مثل هكذا عملية على المجتمع الدولي، خاصة أن الدول التي تؤكد دائما محاربة للإرهاب وأن هو ملف مهم جدا ودائما على أجندتها، منها الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص؟ بالتأكيد سيكون له تأثير فعال جدا، وحتى على المستوى المحلي يجب أن نعرف أن حرب الجيش على هذه التنظيمات الإرهابية هو مكسب وطني قبل أن يكون مكسب ربما لدول الإقليم أو لدول العالم، لأنه بالفعل ليبيا تحولت إلى مرتع لهذه التنظيمات. الفوضى التي شهدتها ليبيا منذ عقد من الزمن، وبعض التحالفات التي نسجتها بعض الميليشيات في ليبيا مع هذه التنظيمات الإرهابية والتي زودتها بكثير من الأموال، هي الآن الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. إذن الوطن سيكسب، الوطن الليبي يتكلم سيكسب الكثير من قتل وتصفية مثل هذه التنظيمات أو قادتها الذين أتوا من وراء الحدود. الدول الأخرى هي رسالة تعزز أيضا موقف الجيش الوطني وتقول لهم أن الجيش هو من يقاتل الإرهاب، وأن سياسات ما يعرف بدمج الإسلام السياسي في شكل تنظيم الإخوان ما هو إلا محاولة يائسة وواهية لن تنجح،
في محاربة الإرهاب، وأن من ينجح في محاربة الإرهاب هي الجيوش القوية التي تعتمد عليها الدول في حماية سيادتها. هي رسالة. طيب ابقى معي، ابقى معي دكتور كامل مرعاش. طيب دكتور مرعاش ابقى معي، سوف أعود إليك، انضم لي عبر الهاتف من القاهرة دكتور مصطفى بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب المصري. أهلا وسهلا بك سيد بكري. في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث، بداية كيف تابعت عملية الجيش الوطني في الجنوب الليبي والقضاء على أكبر قيادات التنظيمات الإرهابية في المنطقة وفي شمال أفريقيا، وهو العراقي أبو معاذ العراقي، وهو من أكبر قيادات إرهابية تطاردها دول إقليمية وخارجية من فترة. ألو سيد بكري. ألو ألو سيد بكري تسمعني؟ نعم 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 في الاستماع عليك، سمعت السؤال معيده. يعني أعتقد أن العملية التي قام بها الجيش الوطني الليبي ضد العناصر الإرهابية ومقتل أبو معاذ العراقي، نعم، كانت الحقيقة مؤشر مهم ودليل أكيد على الدور الذي يلعبه الجيش منذ انطلاقته في 16/5/2014 ومنذ انطلاقة عملية الكرامة. وهذا يؤكد بالفعل على القوة النوعية للجيش الوطني الليبي وعلى القدرات التي يتمتع بها الجيش الوطني الليبي. هذه معركة استمرت 7 ساعات، كان الإرهابيون يدافعون عن زعيمهم الذي قتل مع آخرين، وهو شخص معروف بأنه زعيم تنظيم داعش في منطقة شمال إفريقيا، ودخل إلى ليبيا منذ 12 سبتمبر 2014. أعتقد أن هذه رسالة للعالم كله بأنه لا مكافحة للإرهاب ولا جدية في تكفيف منابع الإرهاب إلا من خلال الجيش الوطني الليبي الذي استطاع بالفعل أن يحرر العديد من المدن الليبية من هؤلاء الإرهابيين والميليشيات الإرهابية التي كانت متمركزة في كل المناطق بلا استثناء. العملية التي جرت الثلاثاء الماضي كما أقول بالفعل تندر وتؤكد أن الجيش ماضي في مكافحة الإرهاب، وهذا الحقيقة ربما ما تحدث به المشير خليفة حفتر خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن الجيش الوطني الليبي مستمر في عملياته لمكافحة الإرهاب، وخصوصا أن إعلام القاهرة طالب المجتمع الدولي بضرورة دعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب. وأعتقد أن كل دول العالم يعني أيدت إعلان القاهرة الذي يجب بالفعل تفعيله في الفترة القادمة، ويجب أيضا الحيلولة دون. طيب سيد بكري دعني أسألك الآن، ما هي تداعيات مثل هكذا عملية على المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تضع على أجندتها ومن أولوياتها هي مكافحة الإرهاب؟ يعني أعتقد أن المجتمع الدولي يدرك تماما الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويعرف تماما أن هذه العملية هي رسالة تؤكد بالفعل على وجود الإرهاب وتسلل الإرهاب من مناطق عديدة سواء من جنوب ليبيا أو من تركيا أو من غيرها، لأن يوجد نفسه ركيزة وموطئ قدم على الأرض الليبية. أن يقوم الجيش الليبي بهذه العملية، أعتقد أن كافة وسائل الإعلام في الخارج، كافة المراقبين السياسيين، كافة العواصم المعنية أثنت على هذا الموقف وعلى هذه العملية النوعية التي جاءت من خلال معلومات موثقة ومن خلال عملية استطاع الجيش الوطني الليبي فيها قتل هؤلاء القياديين الداعشيين وقتل مسؤول تنظيم داعش في شمال إفريقيا. طيب ابقى معي سيد بكري، دعني أعود إلى ضيفي سيد كامل مرعاش. سيد مرعاش، كيف ستنظر الأجهزة الأمنية والجيوش الوطنية في دول الجوار خاصة مصر وتونس والجزائر والمغرب لهذه العملية النوعية؟ بطبيعة الحال هذه التنظيمات الإرهابية هي تنظيمات عابرة للحدود وأتت إلى ليبيا من الخارج، يعني والكل يعرف أن آخر دفعات هذه التنظيمات الإرهابية جاءت من شمال سوريا، وبمعية وبتخطيط وبتنسيق وإدارة الاستخبارات التركية. إذن دول الإقليم وخصوصا التي تواجه تنظيمات إرهابية خطيرة جدا تزعزع أمنها الوطني
ستنظر بعين السياح بعيدا عن المباحثات السياسية وبعيدا عن هذا الانحياز السياسي لأطراف فتنة نعرف أن هي سبب قدوم هذا الإرهابية، تنظر بارتياح إلى دور الجيش الوطني. كذلك أنه مسألة الإرهاب، وهذه مسألة مهمة، أصبحت جزء من الأزمة الليبية. لا يمكن التفكير بحل للأزمة الليبية دون مناقشة موضوع الإرهاب وتجدر هذا الإرهاب وعلاقات هذا الإرهاب ومن أتى بهذا الإرهاب ومن تحالف مع هذا الإرهاب. إذن الإرهاب هو جزء من حل المسألة الليبية. لا يمكن أن نتحدث عن أنه فيه أزمة سياسية أو أزمة أمنية في ليبيا دون الحديث عن الإرهاب. والجيش الوطني الليبي له الخبرة والقدرة والكفاءة في محاربة الإرهاب. يكفي أنه حرر درنا، حرر بنغازي، حرر إجدابيا، حرر الهلال النفطي. الآن المعركة الحامية تدور في جنوب غرب ليبيا، وهي بكل أسف أرض بدون سلطة كما يقال، الحدود فيها مفتوحة. كنا نتوقع من الجزائر أن تحصن حدودها وتساعد الجيش الوطني الليبي في تحصين هذه الحدود، كذلك الأمر مع تشاد مع النيجر. لكن هناك دول هاشة ينتقل فيها الإرهابيون في هذه المنطقة الواسعة والصحرية والوعرة، وهذا يكلف الجيش الوطني الكثير. واضح. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور كامل مرعاش المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من باريس. وأعود إلى ضيفي من القاهرة الدكتور مصطفى بكري الكاتب الصحفي عضو مجلس النواب المصري. سيد بكري، قبل أن أذهب إلى ملف آخر دعني أسألك في نفس الجانب، كيف تنظر الأجهزة الأمنية والجيوش الوطنية في دول الجوار إلى العملية النوعية التي قام بها الجيش الليبي في حي عبد الكافي في سبها، وعملية نوعية استمرت 7 ساعات أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا؟ تفضل. أولا، موقف الأجهزة الأمنية تلخص في عدة نقاط. النقطة الأولى هو التأكيد على أن الجيش الوطني الليبي يمتلك من المعلومات ومن القدرات ما يجعله بالفعل يستطيع أن يكتشف البؤر الإجرامية التي تتواجد فيها هذه التنظيمات الإرهابية، وأن الأجهزة الاستخباراتية العسكرية على وجه التحديد استطاعت بالفعل من خلال المعلومات التوصل إلى هذا الشخص الذي يقود التنظيم في شمال إفريقيا والذي دخل ليبيا منذ 2014. الأمر الثاني أن هناك تعاون بالتأكيد ما بين الأجهزة الأمنية سواء كانت المصرية أو بعض الدول الأخرى مع الجيش الوطني الليبي، ومن ثم فإن مسرع هذا الإرهابي بالتأكيد سيكون له انعكاساته على الوضع في العديد من المناطق، وخاصة عندنا في منطقة سيناء وبعض البؤر التي كان يتحرك فيها هذا التنظيم، وخصوصا أن الجنوب الليبي هو مجاور بالتأكيد للحدود المصرية. النقطة الثالثة أن هذا يؤكد أيضا مجددا لدى صناع القرار سواء في الأجهزة الأمنية أو في التنظيمات السياسية على أن الجيش الوطني الليبي هو رقم صعب لا يمكن إبعاده من المعادلة، وأن الذين يقولون بجيش مشترك وغير ذلك هم يريدون بالفعل إدخال العناصر الإرهابية إلى يعني إلى 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 الجيش الوطني ومحاولة الدخول لإثارة القلاقل داخل هذا الجيش الذي يعني تبدو عناصره بالتأكيد عناصر وطنية قامت على مدى سنوات مضت في تجفيف منابع الإرهاب في القضاء على الميليشيات الإرهابية، أصبح لديها خبرة الحقيقة في التعامل مع عناصر الإرهاب. قبل ذلك في سرت حدث تجفيف في بنغازي في درنة وغيرها من المناطق. دعني أسألك عن ما خلص إليه اجتماع القاهرة الأخير الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأكيد جملة من الثوابت، نريد خلاصة هذا الاجتماع.
يعني بالتأكيد الثوابت الأساسية تنطلق من نفس مضمون إعلان القاهرة عندما التقى رئيس فتح السيسي بالمشير خليفة حفتر المستشار عقيلة صالح. كان المشترك هو دعوة كافة الأطراف الليبية إلى توحيد مواقفها للخروج من الأزمة، يعني إزالة أي ملاحظات يمكن أن تكون موجودة ما بين قيادة الجيش وبين المستشار عقيلة صالح بن سنوب، كما ردد البعض ولو أن فيما أعتقد أن الخواصم المشتركة بين الطرفين كبيرة ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه المواقف. الأمر الثالث هو الحرص في المرحلة القادمة على التحرك المشترك وضرورة الوصول إلى حل سياسي وضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة، مرحلة سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب، وكذلك الحال فيما يتعلق أيضا بالنفط وآليات التعامل في الفترة المقبلة في ضوء قرار القيادة العسكرية باستئناف النفط مرة أخرى والمعايير التي وضعتها والتنسيق المشترك في كافة المجالات، خصوصا أنه كان حاضرا في هذا الاجتماع السيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية والذي هو معني بهذا الملف بالأساس. نعم، أشكرك جزيل الشكر بطبيعة الحال النائب مصطفى بكري النائب عضو مجلس النواب المصري والصحفي والكاتب، كنت معي عبر الهاتف مباشرة من القاهرة. أكد وزيرا خارجية مصر وفرنسا الوزير المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودوريان على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في العاصمة الأردنية عمان، أكد على ضرورة وقف التدخلات السلبية في ليبيا وكل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار فيها. قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مشددا على ضرورة التنسيق بين بلاده وبين الجمهورية الفرنسية في هذا الصدد. كما عرب شكري عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية. أغلق محتجون طريق الساحلي زليتن احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ورفضا لتردي الخدمات العامة وسوء المعيشة التي يعانيها المواطنون. وأظهرت صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنبيهات المحتجين للمارين العابرين للطريق الساحلي زليتن بإغلاقه بالسواتر الترابية من قبل المتظاهرين. أعلن المجلس البلدي سوق الجمعة دعمه للتظاهرات السلمية التي قام بها شباب البلدية احتجاجا على انقطاع الكهرباء المستمر وسوء الأوضاع المعيشية. وقال المجلس بيان له إنه كان قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة الكهرباء وبحث خطوات التصعيد ضد شركة وحكومة السراج، إلا أن الأعمال التخريبية التي طالت مقر المجلس حالت دون حضور المدعوين للاجتماع. هذا وكان عدد من الشباب في سوق الجمعة في طرابلس قد تظاهروا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة طوال اليوم، هذا فيما أضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة مطالبين بحل عاجل لأزمة الكهرباء. هذا فيما تستمر أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد ليصل ساعات طرح الأحمال في بعض المناطق لأكثر من 10 ساعات، مما يؤثر سلبا على القطاعات العامة والخاصة والحياة اليومية للمواطنين. أصوات المولدات أصبحت سيمفونية اعتيادية في شوارع بنغازي التي تشهد شوارعها إظلاما منذ أشهر يصل لأكثر من 10 ساعات، ما أثر بالسلب على القطاعات العامة والخاصة التي يعتبر الكهرباء بمثابة شريان الحياة فيها. حال الليل لا يختلف عن حال النهار، ورغم الوعود بالإصلاحات إلا أن طرح الأحمال لم يخفف إلا لساعات قلال لم تكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يتساءل عن أسباب هذه المشكلة.
مشكلة الضي طبعا الضي أهم حاجة. الناس مشكلة يعني الضي في بلاد نفطية يعني ما شيء يعني غريب. الحكومة هي المسؤولة، هي تقولنا مش شنو مشكلة الضي يفهمونا، احنا نديروا حل بعد هم يفهمونا شنو مشكلة الضي. احنا نطلعوا اللي يقطع علينا في الضي ولا احنا نطلعوا عليه شعب، احنا راقدين الرياح نطلعوا عليه. أزمة الملف القديم الجديد التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات لم تزد فيه الوعود بالإصلاحات إلا ارتفاعا في طرح الأحمال لساعات. وعن أزمة انقطاع الكهرباء وأبرز المستجدات في مدينة سرت، ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة مفدي الحدث إلى مدينة سرت عبر الأقمار الصناعية رجب بليبلو. أهلا وسهلا بك رجب في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. بداية أطلعني عن الوضع الكهربائي للمنطقة قبل ما ندخل في بقية المستجدات في المدينة، تفضل. نعم مصباح، بالأمس حدث إظلام تام في مدينة سرت، ربما يصل إلى 90% من أحياء المدينة لا يوجد بها كهرباء نظرا إلى حدوث الإظلام التام في المنطقة الشرقية وخروج بعض الوحدات. وكما يعلم الجميع أزمة الديزل والغاز التي حدثت والتي هي مفتعلة كما رأى مراقبون بأنها أدت إلى عملية انقطاع دائم للتيار الكهربائي لربما قد يصل إلى ساعات. اليوم بدأت الكهرباء تعود تدريجيا إلى مدينة سرت، عادت في بعض الأحياء ويصل عدد ساعات الأحمال من 5 إلى 7 ساعات في كل فترة. الأنباء التي تحصلنا عليها والمعلومات بأن سوف يكون 6 ساعات أو 5 ساعات على مدار فترتين، قد تصل إلى الفترة إلى 3 إلى 4 ساعات. هذا يأتي في الجهود الذي تبذلها اللجنة أو لجنة الأزمة الكهرباء هنا في مدينة سرت. ولكن مصباح ما لاحظناه هنا في سرت هو يعني لدينا المعلومات وأنا تحصل على معلومات من قبل المسنين، ولكن هناك عزوف الخروج في اللقاءات تارة بحجج أحيانا يعني تكون من صعب تصديقها، ولكن الأمر يرجع إلى المسؤول. وتحدثنا في أكثر من مرة بأن على اللجنة أو الجهات الرقابية حث المسؤولين للخروج في تصريحات ليضع المواطن في الصورة وفي المعلومة كما هي. اليوم تواصلنا مع السيد رمضان بوشوفا بخصوص أزمة الكهرباء في سرت، هو الآن يقوم بالإشراف على أحد الأعضاء المتواجدة في المدينة. أنا الآن مصباح أقف وخلفي مباشرة أحد الأماكن التي يوجد بها عطل تواجد موظفين الشركة العامة للكهرباء وأيضا نحن المهندسين والعمال. يعني كومة التراب اللي خلفك هي أعمال صيانة قاعدة تقوم بها شركة الكهرباء لصيانة عطل موجود هو من فترة يعني. طيب أطلعني عن بقية الأوضاع. أطلعني عن بقية الأوضاع الخدمية وتوفر السيولة ناتجة عن دخول الكهرباء أو رجوع الكهرباء يعني بقوة كبيرة، من ما يؤدي إلى إتلاف بعض الكوابل كما حدث في هذا المنظر الذي هو في خلفي تماما. طيب. أيضا مصباح بالنسبة إلى الأخبار الخدمية الأخرى، المدينة لا تزال هناك أزمة السيولة لا تزال متواجدة في المدينة، تلاشي أزمة الكهرباء في أزمة البنزين في مدينة سرت، ربما هو يعني الآن هي فقط أزمة الكهرباء والسيولة هي ما تتواجد عن الساحة الآن. أو ربما الآن مصباح دعني أنقل لك الصورة تقريبا إلى هذه الأعمال الحادثة الآن قبل الحديث عن الوضع الأمني في المدينة. الوضع الأمني مصباح في المدينة دعا الأول المشاهدين يروا أعمال التي يقوم بها الموظفين شركة العامة الكهرباء الآن وعلى الهواء مباشرة من وسط مدينة سرت. طيب خليني نسألك رجب على أهمية هذا أهمية هذا المكان بالذات وعملية الصيانة اللي قاعدة تصير في الوقت هذاهي، يعني هل الانقطاع الذي سبب هذا العطل هل هو على منطقة معينة على جزء كبير جدا من المنطقة الكهربائية في سرت، وعمليات الصيانة هي مستمرة لعند الآن يعني لعند الساعة 6:30 مساء وشركة الكهرباء قاعدة مستمرة في عملية الصيانة، كم حياخذ من الوقت حسب معلوماتك إذا كان لديك معلومات
والمنطقة التي انقطع عليها الكهرباء بسبب هذا العطل. نعم مصباح، نحن الآن بالقرب من الحي رقم 1 في سرت على الطريق المؤدي إلى وسط المدينة. هذه الأعمال مصباح عدد في فترات الانقطاع هي من ثلاث إلى أربع ساعات، زد على ذلك ساعات أعمال الصيانة قد تصل ساعات إلى يعني أحيانا إلى العشر ساعات من الانقطاع على منطقة أو على حي معين بسبب عودة الكهرباء أو بسبب خلل في أحد الكوابل المتواجدة على طول خط امتداد هذه الكوابل. أنتقل الآن مصباح ولو سريعا لكي أعرج عن الوضع الأمني في المدينة. الغرفة الأمنية المشتركة تقوم بكافة المجهودات وذلك بتأمين المدينة سواء من مداخل أو المخارج رفقة الشرطة العسكرية وأيضا إدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي. هنا في سرت تكاد تكون الجريمة معدومة بسبب القيء أو بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الأجهزة الأمنية هنا، انتشار الدوريات سواء من كافة الأجهزة الأمنية، وأيضا لاحظنا التعاون التام من قبل المواطنين هنا مع الأجهزة الأمنية مما أدى إلى إلى بسط الأمن في المدينة وعودة مظاهر الدولة وعودة الحياة كما تشاهد في الصورة، سواء ما نقلناه بالأمس أو ما ننقله اليوم. أعمال تقوم بها الشركة العامة الكهرباء بدون ضغوطات، بدون ميليشيات كما يحدث في الغرب، وذلك بوضع الموظفين تحت قوة السلاح وإجبارهم على الإطفاء في منطقة أخرى. نرى الآن الأعمال تسير بشكل عادي احتيادي في ظل تواجد الأجهزة الأمنية وإشراف الغرفة الأمنية المشتركة سرت. طيب مع كل ذلك رجب، قبل أن نختم معك، هل هنالك أي معلومات مع التواصل المستمر مع شركة الكهرباء في سرت؟ هل هنالك أي بشائر عن انتهاء طرح الأحمال والعودة إلى استمرار التيار الكهربائي بالتواصل وعدم الانقطاع؟ نعم مصباح، امبارح تستهلكه مدينة سرت هي من 90 إلى 100 ميجا. كانت بالأول المحطة البخارية سرت تعمل، ولكن حدث عطل في أحد توربينات التوليد مما أدى إلى خروج محطة سرت البخارية عن العمل، مما اضطر المدينة أخذ الكهرباء من المنطقة الشرقية. فهذه الأزمة هي تتفاوت سواء في الساعات سواء في حلها حسب ما يتوفر وما يعطى من المنطقة الشرقية إلى مدينة سرت من يعني من المخصصات التي تحتاجها المدينة. إذا توفر الديزل والغاز المنطقة الشرقية واستطاعت التوليد فإن المدينة لن تدخل في إظلام، ولكن ما بشروني به هنا القائمين على لجنة الأزمة في الكهرباء بأن خلال الساعات القادمة سوف تتلاشى هذه الأزمة وتعود المدينة إلى سابقها. نعم، أشكرك جزيل الشكر موفد ليبيا الحدث إلى مدينة سرت، كنت مع عبر الهواء مباشرة رجب ليبلو، شكرا جزيلا لك. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش الوطني يعلن مقتل أبو معاذ العراقي زعيم داعش في شمال أفريقيا في ضربة استباقية كبيرة. وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان على ضرورة وقف التدخلات السلبية في ليبيا. أزليتن وسوق الجمعة ومناطق أخرى يغلقون الطرق ويحتجون على استمرار انقطاع الكهرباء. وللمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وإنستغرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، ألتقيكم في موجز الأهم الأخبار على رأس الساعة، في أمان الله.